الأهلي يكتسح حرس الحدود بثلاثية نظيفة ويعتلي الدوري مرة أخرى، ودرع الدوري يقترب بشدة للعودة إلى مكانه الطبيعي مرة أخرى إن شاء الله بالجزيرة. كابتن شريف ألف مبروك، يعني نتيجة توقعناها الشوط الأول ونفذها الأهلي الشوط الثاني. طلبناها في الهاف تايم وكل اللعيبة وأنا وبلال وأسامة، عادل قال الهدوء، مطلوب الهدوء والحاجات دي في إنهاء الهجمة. أنت قلت عايزين ننهي الهجمة بهدوء وكده. فكان واضح من أول مباراة إن في لعيبة ما بتلعبش أساسية، وكان عندها فرصة النهاردة إن هم يبقوا موجودين في الملعب. الملعب وحشهم كويس؟ على كلامك أنت واللي بتنوه عنه، تاني هاف تايم فعلاً اللعيبة دي اتحركت جيد جداً، اتعاملوا مع الكورة خاصة في منطقة الجزاء التعامل اللي احنا كنا بنتمناه في الشوط الأولاني، اللي احنا أهدرنا فيه 3-4 فرص، اتعاملوا فيه بامتياز في الشوط الثاني. اللعيبة شافت بعض، اللعيبة اتحركت لبعض، وعندما يتحرك لعيب النادي الأهلي أعتقد أن الفوارق الفنية بتفرق مع أي فرقة بيلعبوها. يعني الأهداف اللي جت وشكل الأهداف لو هنبقى نحللها مع بعض بعد كده، هتلاقي ضربة ثابتة أحمد عبد القادر بيجي من ناحية الشمال يقطع محدش شايفه خالص، شادو كده تتلعب له من قفشة وهي جاية يستلمها ويروح باعتها يجيب الهدف التعزيز اللي أنا وإنت ومصر والأهلاوية والجماهير كانت بتدور عليه النهاردة. إحنا ليه بنتكلم عن المباراة دي مهمة؟ يعني كل ما بناخد بطولة يا أيمن بنيجي نلعب ماتش نتعادل، يا بنلعب ماتش ما بنعرفش نعدي الفرحة. بس أنا ما كنتش قلقان صراحة. أنت مش قلقان عشان آخر الفرقة اللي أنت بتلعبها النهاردة آخر فرقة في الدوري أو في، ولكن الكرة ما فيهاش كده. أنا شايف فرقة فاتحة خطوطها معايا وبتلعب وعندها وجود في ال 18 وعندها أول هاف تايم كام كرة بالعرض، ممكن الكرة فيها توفيق وعدم توفيق وممكن تخبط معاك أنت وتقلب عليك الترابيزة ونقول الله، واحنا كل ما ناخد بطولة هنيجي نتعرقل أو نيجي نقع في الماتش اللي بعده. لا النهارده الحمد لله ما حصلش. ما حصلش ليه؟ لأن لما دخلوا في الهاف تايم أكيد ها حصل كلام من اللي تنوه عنه هنا في الاستوديو. أول هاف تايم اخترنا 3-4 كور كده قلنا لو فيه هدوء كانت بقت أهداف، ولكن كان في واحدة مشابهة للي حصل تاني تايم اللي هي كانت محمد طاهر أول هاف تايم لو تفتكر، اللي راح متصلحها له راح قطع لم بيمينه وراح حاططها بشماله جت في صدر الجون ورد التاني. هي دي كانت من احد الحاجات اللي هي تاني هاف تايم اتعملت، اللي راح قفشه موه ومرقص ومرجع لطاهر، وطاهر جاي بيتحرك زي الصاروخ يا دوب بتحط بطن رجلك كده بتروح طلقه خدت ايد الجون ودخلت كويس. فهي دي الحاجات الايجابيات النهارده الجميله اللي حصلت في الملعب، ان اللاعب اللي وحشه الملعب والجماهير بتندى عليه وعايزاه يرجع للفورمه حصل. مين هو؟ عبد القادر نمره واحد، نمره اتنين طاهر، والاتنين كانوا في احتياج للهدفين دول والحاله النفسيه وعودتهم الملعب، لان دي لعيبه عندها كوره. والفرق بين وانت قاعد بره على الدكه وانت جوه الملعب فرق كبير جدا. انت فاكر احنا كنا يجوا عايزين على ايامنا احنا ما كانش فيه فلوس يعني، انما عشان يضايقني كان يعمل ايه؟ يحطني احتياطي ويلعب ايمن شوقي. ايمن شوقي انا بقى اتجنن، ايه ايمن شوقي بقى اللي نزل عليا ده ها وانا قاعد بره؟ ايوه صح، يبقى انت اللي كنت بتدعي عليا. اوحش حاجه انك انت تخلي لعيب الكوره بره. ايوه لا، لعيب الكوره النهارده جوه المفروض، لعيب الكوره الظروف والدنيا والملعب والبطولات بتفرز ليك ايجابيات تانية. بقى افشل الحاوي حاوي النهارده وبيلعب وعنده مزاج وبيلعب ويطلع ده ويدخل ده ويخلي اللي حواليه يتحركوا. محمد شريف النهارده عمل كل حاجه الا انه جاب جول. يعني على الشكل كده الفتره اللي اهتزت فيه الحكايه عنده كان هو وقفش، انا يعني بتهم كروش في الاثنين دول بصراحه يعني. فانما النهارده ايه؟ عنده سبرنت وعنده حاله بدنيه، ده غير حاله بدنيه لو اتكلمنا عنها الفرقه كلها في حاله بدنيه جيده جدا، جري 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 مفيش مشاكل، واحد بيتضرب تلاقي التاني بيعوض، عندهم
روح للعب وروح للاداء بتوصلك للثلاث اهداف النهارده. وان كان الناس تيجي تتكلم على حرس الحدود دايما يقول لك لا دي فرقه على قدها. انا مش شايف دي فرقه على قدها. انا شايف دي فرقه ما نظمتش نفسها من اول البطوله على انها تقدر تخرج بنتائج جيده بالنسبه لها. ما تخرجش على طول بهزايم هزايم يعني تبقى في الموقف ده. انا مش شايف الفرقه دي بالسوء ده. لا ده في فرق انا شايفها عندها ابنات اكتر منها ها مش زيهم الحقيقه. اقل منهم كتير قوي يعني. احنا بنلعب فرق تانية انما عندهم التانيين ايه تنظيم واحترام للخصم ونص ملعب ويحاولوا يطلعوا منك واحد واحد ويطلعوا من الفرقه هنا اتنين واحد وعندهم مواجبه كده ها ان هم يبقوا موجودين بعيد عن اخر ثلاثة. ايوه بس ما انا عايز اقول لك حاجه. ما هو ماشي انت تلعب كويس بس ما بتكسبش. ما هو ده التنظيم. التنظيم اللي انا بقول لك عليه ما عندهم. ولكن عندهم كميه كم لعيبه عندهم سبرنتات وعندهم شوتينج وعندهم عرضيات. ما هم رايحين على الجون عندنا فاتحين الحكايه وبالراس والكره من جنب العرض عندنا والشوطه من بره. عندهم مقومات ان هم يبقوا موجودين. بس ظروف السنه دي خلاص يعني مش معاهم. هم قبل كده نزلوا وطلعوا ونزلوا يعني مش اول مره ينزلوا ويطلعوا. وفي فرق وخاصه الجيش والحاجات بيبقى فيه اهتمامات بالنسبه لهم السنه دي عايزينهم يعني انا عايزهم يبقوا موجودين. بلعب على اساسهم وبدعمهم وبجيب لهم كل الاحتياجات ان هم يبقوا موجودين. وفي فرق بيقول لك انت ونفسك يعني هات نفسك لو انت موجود اهلا وسهلا مش موجود ما احنا مش هتفرق معانا قوي انت السنه الجايه ان شاء الله يبقى لك حظ وتبقى موجود. ف فرقة حرس الحدود النهارده انا شايفها فاتحه الجيم عامله الاساسيات كلها. كل العبء وكل الحكايه كانت على النادي الاهلي لان حرس الحدود هيخسر ايه النهارده؟ هو كل اللي هيعمله يا اما ياخد بونت من النادي الاهلي او نقطه ومش هتعمل له اي حاجه. ولكن زي ما انتوا كلكم شرحتوا في الاول الحقيقه اللعيبه دي للعرض النهارده يعني كلنا حاطين عينينا النهارده على مصطفى زيكو. انا حاطط عيني مثلا على ايمانويل ديفيد كويس. في ناس تانية قاعدين بتتفرج مين اللي نقدر نطلع بيه من الفرقه دي. ما الفرقه دي هتنزل يعني بس احنا ممكن في فرق تانية تقدر تستفيد باللعيبه دي. لعيب زي مصطفى زيكو مش هيلعب درجه تانية المفروض يروح في حته كويسه يعني. وفي كذا لعيبه عندهم الحقيقه يقدر يكون حتى من الناس البدلاء اللي لعبت يعني. فالاهلي النهارده خد الحكايه جد جدا. التغييرات اللي حصلت والتدعيم اللي احنا كلنا اتفقنا عليه في الهاف تايم قلنا ايه لازم يكون في لاعب في نص الملعب ديفندر ضابط لايقاع الشكل الهجومي للعيبه القفشه وللقندوسي. تمنياتنا كلنا للقندوسي ان هو يكون داخل جوه الحكايه اكتر من كده فاهم قصه النادي الاهلي. يمكن في لعيب كده يقول لك ايه انا جاي من بيتنا بلعب وجاي على حته تانية ما بلعبش فتلاقيه بينزل بيتاخر شويه. شايف ان ما عندوش شانس كبير قوي. نص الملعب مليان تحس كده انه مش هو نفسيا مش مبسوط. حتى لما بياخد يقول لك ما هو ما بيريح الفرقه فبيديني. اللعيب كره فاهم يعني مش ما بقاش فاهم. فاحنا شايفين ان هو عنده امكانيات كويسه جدا يقدر يطور نفسه ويقدر يخش زي ما اللعيبه اللي انا كلمتك عنها النهارده. طاهر النهارده رجع عبد القادر بقى موجود. لازم القندوسي يبقى بنفس الشكل والمساواه في الفكر يعني. والنادي الاهلي الفكر بتاعه انك انت تجري معاه تركب القطر معاه يعني ما تفكرش ها تسرح في حته تانية ما تسرحش. القطر ماشي صحيح. اي حد لازم يركب معايا القطر ويطير بيا وتسيبني انا بقى ايه انزلك المحطه دي اطلعك اوصلك هنا ادخلك هنا انت كل عليك تتمرن وتديني الكره اللي عندك. هو ده الشكل الاحترافي. احنا بقينا بنتحاسب دلوقتي على المحترفين كلهم. انا النهارده عايز اجيب ده واجيب ده واجيب ده وعندي ناس بتطلع من عندي رايحه في حته تانية وبترجم وبعمل الكلام. مؤسسه شغاله على الحفاظ على البطولات اللي بتحصل دي كلها. فالحمد لله مش عايز اتكلم بقى اكتر من كده. الحمد لله على كل الشكل اللي حصل النهارده. مبروك عليا عوده اللعيبه دي ونفسيه اللعيبه اللي هي في ارتفاع دي. فاحنا من ماتش لماتش باذن الله زي ما اسامه بيقول الماتش بينه وبين عادل. اسامه بيقول لك احنا خدنا الدوري وعادل بيقول لك لا لسه. والحقيقه في الارض ان احنا فعلا لسه ما خدناش الدوري. كل مكسب بيحصل بيقربنا بغرار هذه ان شاء الله خدنا ان شاء الله ربنا باذن الله هيكون باذن الله نبارك لبعض البطوله الخامسه اعتقد البطوله الخامسه السنه دي ان شاء الله ربنا باذن الله باذن الله ان شاء الله. فوز كبير واستعاده اللقب استعاده
القمه مره اخرى، ودرع الدوري معلش يا كابتن عادل بيقترب بشده من النادي الاهلي. ايوه بيقترب، وانا انتم حاسسين ان انا بقول ان شاء الله انت الحقيقه باذن الله درع الدوري. ده انت الحقيقه عايز اقول الدوري في الاهلي ان شاء الله. انت بتتكلم صح، لا انت بتتكلم صح، انت اللي بتتكلم صح، لا انت بالارقام صح وانا معاك في احنا الف مبروك الحمد لله. فوز طبعا 3-0 بكل سهوله، وده كان باين من الشوط الاولاني، وقلنا ان في حاجه او ثلاث نقط اتكلمنا فيهم، انه التنظيم كان وحش، كان قليل في حماس، من بدايه الماتش حماس وجري واللعيبه عايزه تثبت، واللي ما بتلعب تنظيم كان وحش، نص الملعب عايز يتظبط، نص الملعب عايز يتظبط، النهايات قلنا بننهيها وحش، او اللمسه اللي قبل الاخيره وحشه، التسديد تملي كان في ايد الجول. نيجي بقى للشوط الثاني بالذات بعد 5 دقائق او 6 دقائق، اول 5 6 دقائق حرس حدود هو اللي كان ضاغط في نص ملعب الاهلي، وفي كوره اترمت اوت، رامي حاول يجيبها، كان هيجيبها في نفسه، مشي جنب القائم الايمن وعدت كورنر، وبعديها كورنر احمد سامي حطها بدماغه والشناوي طلعها كويس قوي من تحت العرض. بعد كده نزل ديانج في الدقيقه 55، خالد سامي انت قصدك على الاوت بتاع خالد سامي حطها بدماغه والشناوي طلعها. لا خالد اللي رمى الاول، الاولاني خالد اللي رمى الاوت، والكورنر خالد سامي اللي حطها براسه برضه، الشناوي طلعها بأطراف صحيح. الدقيقه 55 نزل ديانج، ودي نقطه تحول كبيره جدا في نص الملعب، يمكن شريف اتكلم عليها في الشوط الاولاني وكلنا علقنا وعقبنا عليها، ان نص الملعب مفتوح قوي في النادي الاهلي. ديانج لما نزل كرقم 6 قدام محمد عبد المنعم ورامي ربيعه ظبط الايقاع بتاع نص الملعب، حتى ادى حريه لقفشه انه يلعب، وعمل جونين حلوين قوي لعبد القادر وطاهر. بعد نزول ديانج بدقيقه الهدف الجميل اللي جابه احمد عبد القادر كان خلاص، هو ده نقطه التحول اللي 100% خلاص النادي الاهلي حسم اللقاء والماتش اتفتح له، وكل اللعيبه بقت عندها عارف اللي هي ايه، عندهم مبسوطين انه بيلعبوا، لانه هدف عبد القادر جه في الدقيقه 55 اتحرك تحرك قطر حلو قوي، وقفش عملها له تمريره بينيه، وهو شاط في البعيده بعكس الشوط الاولاني كنا تملي بنقول في ايد الجون في ايد الجون، راحت في اخر حته الهدف الثاني. من الدقيقه 55 الاهلي تسيد المباراه خلاص تماما، 2-0، اللعيبه خدت ثقه في نفسها اكتر، اللعيبه بقت مبسوطه وهي بتلعب، التحركات بقت احسن، ديانج ظبط نص الملعب هو وقفشه، ثم هدف طاهر برضو الهدف الجميل اللي قفشه وقف جوه ال 18 بكل هدوء رجعها، طاهر حطها ببطن رجله كويس قوي، الهدف الثالث. فانت تسيدت الامور تماما، حتى الراجل نفسه مستر كولر ابتدى بعديها ما فيش 5 6 دقائق ابتدى يعمل 3 تغييرات، بيدي فرصه لبيرسي تاو والفخري وياسر ابراهيم، وبعد كده كريم الدبيس، لانه خلاص الماتش كان انتهى. فالشوط الثاني اتحسن فيه التنظيم، اتحسن فيه الاهداف اللي جت، انك جبت جونين كنا بنقول بسهوله انك تجيب جوان الشوط الاولاني، المقاومه اصلا من حرس الحدود بقت اقل كتير، هما بيلعبوا اللي هو ايه لعرض نفسهم، في انديه 3 طلعوا من الدوري الممتاز بيه بنبارك لهم طبعا كلهم، انديه هتقعد وعايزه تدعم، فكله بيعرض نفسه، لكن الاهلي سيطر على اللقاء تماما. في ناس طبعا ادت بصوره كويسه، ومنهم احمد عبد القادر، منهم قفشه، واكتر من لاعب، وفي ناس وعبد المنعم، وفي ناس كانوا اقل شويه او محافظين على ادائهم شويه، اللي هو مثلا عايز واحد زي علي المعلول ما كانش عايز يبذل جهد كبير لانه بيلعب على طول، فكان مثبت نفسه في الخط الخلفي. فلكن بصفه عامه الاداء اتحسن كتير الشوط الثاني، نتيجه كانت مهيئه انك انت تجيب الهدفين دول، كان ممكن تجيب اهداف تاني، بس طبعا هي كلمه انه القندوسي لابد ان يبذل جهد اكتر من كده بكتير جدا 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 كلاعب محترف داخل النادي الاهلي، لانه بامانه النهارده مفيش تعبير خالص عن نفسه في اللقاء، رغم ان هو لعب 90 دقيقه، يعني الراجل حاول يلعبه في نص الملعب في الحته الاماميه ما كانش فيه ظهور، بعد كده رجعه في
لورا في نص الملعب بعد كده لما نزل فخري وابتدى عبد القادر وفخري وطاهر هما اللي اشتغلوا في الحته الاماميه مع بيرسيتاو. ف لابد ان يبذل جهد اكتر من كده ولابد انه يعبر عن نفسه كمحترف داخل صفوف النادي الاهلي اكتر من كده. لكن مبروك النادي الاهلي كسب المباراه بكل سهوله واريحيه. صحيح. يعني كابتن عادل الف مبروك اعتلاء القاعه حتى الان 12 نقطه بالظبط من 15 علشان الدرع يرجع مره اخرى اربع مباريات النادي الاهلي اربع مباريات من 9 مباريات. انا بقول لك 12 نقطه. طيب انت ايه رايك يا عادل في الموضوع؟ عايزين ايه؟ لا انا بكلمك على رايك. 12 نقطه الله الاهلي هياخد باذن الله. ايه عايزين ايه يعني؟ انا انهي لكم عشان ما نتكلمش في الموضوع ده تاني بينا. انت انا بتكلم على الدوري هينتهي لما فرق الماتشات. مظبوط ده صح. انتوا بقى انا راجل محترف انتوا مش محترفين ماليش دعوه بيكم. صح. فانا بعد هم كده مين دول اللي مش محترفين؟ الناحيه الثانيه. فالموضوع ده ما حدش كلمني فيه تاني. ده كلام صحيح. انا بقى ندخل على ايجابيات المباراه النهارده. ماشي اتفضل. يعني انا حاطط 6 نقاط كده فيها ايجابيات كويسه. شدها لك يا كابتن. اولا قبل ما يجي على ضروري فيها. خلينا بقى احنا نقعد نقصد لو زودهم 10 عدينا يا كابتن. خلينا نقول في ضروري فيها المباريات اللي بعد الاجازه يا كابتن ايمن. ضروري رقم 1 يبقى فيها فوز. تمام. رقم 2 انك بتاتي فرصه للاعبين جدد عشان تدي حافز تاني. صح. نمره 3 الخروج بلا اصابات ودي حاجه مهمه جدا في الوقت ده من السنة وكنا بنعاني منه. 4 الخروج بأكثر من إيه مكسب زي عبد القادر في ثقته إن يجيب جون وزي طاهر محمد طاهر ثقته إن يجيب جون. آخر حاجة التعرف على لاعبين ناشئين. فالنقاط دي كلها أنا كنت سعيد بيها النهاردة ومحافظ على نظافة شباكك كمان. لا ما أنا جاي لك ده أدى إلى إيه بقى؟ أدى إلى إيه دلوقتي النادي الأهلي في الدوري؟ النادي الاهلي اعلى فرقه فوزا 20 مباراه. مظبوط. النادي الاهلي اقل تعادل اقل خلينا نكمل اقل تعادل 5 مباريات. 5 تعادل صح. بلا هزيمه 0. صح. اعلى تهديف 41 هدف. اعلى دفاع 7 اهداف. تمام. لا 48 هدف. احنا اعلى خط هجوم اقوى خط هجوم 48 هدف. اعلى دفاع 7. دخل في الاي اصبح الاول رغم انك ايه انك انت متبقي لك 5 مباريات ودي حاجه مهمه جدا. ايوه مؤجله. يعني مؤجله. مظبوط. 5 مباريات. انت بتتكلم في ناتج عالي جدا انت عملته. ناتج عندك 65 بونت من 25 مباراه في الوقت الحالي. يبقى انت وصلت لمعدل قد ايه؟ انت ضاع منك بالظبط المفترض انك انت بتاخد في الوقت ده 75 بونت كده. صح. انت ضاع منك 5 تعادلات. 5 تعادلات. فانا بكلمك على كل الايجابيات اللي حصلت دي النهارده في المباراه. فكل ده يعد في صالح الجهاز الفني والمكسب بتاع الجهاز الفني. ما بكره بقى في المباريات القادمه اللي احنا هنتكلم عليها دي استراتيجيه انا عايز اتكلم عليها في حاجه مهمه قوي. انك انت لازم ان شاء الله بقى ده بقى اللي انا اتمناه اخد الدوري بدري. صح. ليه؟ لان عندي السوبر هيتلعب امتى؟ هيتلعب في 11/8. انت قصدك على السوبر الافريقي؟ على السوبر الافريقي. يعني معناها من 11/13/8 لانك 29 صحيح 7 هينتهي الدوري عندك هيبقى عندك 10 ايام. فال10 ايام دول علشان انت تروح للسوبر فهتبقى الاجازه الانتقاليه ما بين الموسم والموسم صعبه جدا في ايامها. فانت ليه؟ لان الدوري احتمالات انه يبدا في 9:30 9. ايوه. فانت بتتكلم ان انت مش هتاخد اجازه. هنا بقى اتمنى ننهي الدوري بدري. ليه؟ صح. علشان يبقى في 5-6 مباريات تريح فيها اللاعبين بعض تديهم الاجازه. صح. تبقى مقطع معاهم وكل حاجه ولكن انك انت هتجبر على مباراه السوبر انك انت تلعب بالفول تيم بتاعك فهتعمل فيه معادله فهتعمل معادله صعبه وتدي فرصه برضو لبعض اللعيبه. ما هو انا شوف عند ال ال ال
انا يمكن كلمتك كابتن ايمن في اول الموسم بقول لك اي مدرب بيمسك النادي الاهلي الله يكون في عونه. ليه؟ لانه بيخرج من بطوله لبطوله، يخرج من طبيعه لطبيعه. طبيعه الدوري غير ده الكاسات، مباراه الكاس، طبيعه مباراه افريقيا غير كاس العالم للانديه، السوبر غير طبيعه المباراه الثانيه. بيخرج من مدرسه لمدرسه، بيلعب مدرسه لمدرسه، يخرج من حته لحته، يسافر اماكن ويرجع تاني، وبعدين يروح لبلاد حره، وبعدين يلعب في حته في جو معتدل. فانا بقول لك الكل اللي احنا بنتكلم فيه ده بالنسبه للنادي الاهلي، ففي مشكله كبيره قوي عند المدربين ان هم لازم يجزؤوه، ازاي هم بيشتغلوا على النقاط الصغيره، وازاي انك انت اللعيب نفسه بتاع النادي الاهلي اللي مضغوط طول الوقت، انت التعادل بالنسبه لك كارثه بيحصل في اللعيبه، انت بتشوفها في وشوش الناس في الشارع وانت ماشي، ففي ضغط عصبي على اللاعبين. فانا في مجمل انا بقول مبروك النهارده المكسب، مش عايز اتكلم عليه فنيا، لاني المباراه ما بعد الانجاز انا قلت لك الاسباب بتاعتها اللي انا بتمناها واي مدرب يتمنى ان هو يلاقيها بالشكل ده. ولكن ثلاث نقاط مهمين جدا في مشوارك انك انت تصعد الجدول تبقى حاجه كويسه، وانا بشكر المنظومه كلها في الموضوع ده. مبروك. الاهلي يقترب بشده من حسم الامور لصالحه. طبعا بنسبه كبيره جدا يا كابتن، بنسبه كبيره جدا مقارنه بمستوى بقيه الفرق او المنافسين تحديدا، يعني الاهلي افضل بكتير جدا من كل يعني من كل الفرق المشاركه في بطوله الدوري العام، امكانيات وقدرات واداء، تكتيكيا مدير فني على مستوى عالي، لعيبه جاهزه بشكل كبير بدنيا وفنيا. وافضل حاجه ان انت بتكسب في كل الحالات، صحيح، يعني ده افضل ما في الاهلي في الفتره الاخيره، انك بتكسب في كل الحالات، بتكسب وانت ناقص لعيبه، بتكسب وانت بالبدلاء، بتكسب وانت حتى مش مريح، بتكسب بكل الطرق، تمام، بتكسب وانت طبعا فنيا عالي جدا، والمباراه الحاسمه اللي مع الفرقه الكبيره انت بتقدر تكسبها، صحيح، ودي اهم حاجه. صحيح، كان عندنا مشكله الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه ان انت في مباراه، المباريات المؤجله كانت بالنسبه لك هي المباريات الكارثيه، صح، تمام، مش مباريات الدوري الطبيعيه، لا، المباريات المؤجله بالنسبه لك اللي انت كنت بتعمل حسابك عليها ان انا عندي خمس ست ماتشات مؤجلين فانا هكسب ثلاثه اربعه منهم، فبالتالي انا هبقى على قمه الايه الدوري العام، فما كنتش بتكسب ماتش تعادل مباراه النهارده نفقد نقاط، صح. انت ما يميزك السنة دي باختلاف عن الموسم الماضي انك بتكسب كل المؤجلات، مظبوط، الخصوم انت كسبت الخصوم، يعني كسبت بيراميدز وكسبت الزمالك وكسبت فيوتشر وعملت جيم حلو. انت عشان تكسب بطولة دوري مستريح اول حاجة بتدور على المنافس، انك تكسب المنافس، وده اللي عملته السنة دي بشكل كويس. الاهلي عمل السنه دي مباراه رائعه جدا، بس خلي بالك احنا في ماتش فيوتشر اتعادلنا فيه حتى لما كانوا هم 10 لعيبه واحنا زعلنا حتى، يعني ولسه معانا، انا بتكلم عن المنافسين بشكل عام، مش تحديدا كسبنا الزمالك فيوتشر تحديدا، يعني اقصد طبعا اقصد ما هو فيوتشر مش منافس على الدوري، يعني المنافس في الوقت الحالي هو بيراميدز، ده اللي انا اقصده، يعني انا بتكلم على يعني الفرق المفترض اللي قريبه منك انت بتعمل حسابك ليها، يعني فاهم قصدي، او الفرق اللي امكانياتها وقدراتها مثلا بتخليك مثلا هل المباراه دي ممكن تبقى صعبه، المباراه ممكن تبقى سهله، ده انا بتكلم في الحته في الجزئيه دي. فالنهارده الاهلي بيكسب ويكسب بشكل جيد، بيكسب باداء قوي، بيكسب بفنيات عاليه. خد بالك كابتن، النهارده المباراه رقم 13 اللي بتكسب فيها ثلاثة تمام، مزبوط. وده سكور يعني مش عايز اقول غير معتاد، ولكنه برده من الحاجات اللي تحسب للمدير الفني، تمام. وافكاره الهجوميه انت برضو بتلعب افكار هجوميه جيده، بتدي فرقتك بتوصل كتير جدا، عشان كده بتقدر تسجل بشكل مميز. النهارده مثلا مباراه لما لو انت جيت تحسب الفرص الضايعه النهارده اللي ليك او الفرص اللي تكاد تكون محققه، هتلاقي نفسك ممكن تخرج بنتيجه 6-5 اكتر على الاقل، ما انا بقول يعني 6 أو 5 على الاقل. فالنهارده انت بتوصل بشكل كويس جدا جدا كل مباراه، يعني كل مباراه بتوصل فيها. مباراه فاينل افريقيا انت بعد تسجيل هدف انت وصلت 3 مرات، كان ممكن تسجل فيهم هدفين او هدف على الاقل وتخرج بنتيجه المكسب. اذا انت عندك القدرات اللي تقدر توصل بيها انك تسجل اهداف، صح. تعامل اللعيبه مع الفرص احنا اتكلمنا عليه مرارا وتكرارا هنا في الاستوديو، قلنا يا جماعه انك لابد ان يبقى فيه تعامل بشكل يعني في تركيز كبير جدا جدا مع الفرص اللي بتتاح، لان مش في كل مباراه
هتتاح لك خمس ست فرص. انت الحمد لله بتتاح الفرص، بتتاح في كل مباراه انت بتلعبها، عشان كده بتسجل الارقام او بتسجل الاهداف الكبيره دي من في كل مباراه انت بتلعبها. الاهلي على وشك انه يعمل السنه دي انجاز غير مسبوق. انت بطوله الدوري ان شاء الله هتكون البطوله الرابعه باذن الله تعالى ان شاء الله السنه دي ان شاء الله رب. يعني ودي احنا بنتكلم فيها بنسبه كبيره جدا جدا. الرابعه كابتن عطا الرابعه انت كسبت الكاس وكسبت السوبر وكسبت لا انت خدت اربع بطولات دي الخمسه دي الخمسه دي الخمسه احنا خدنا اربع بطولات قبل كده افريقيا والسوبر والكاس وكاس مصر والسوبر الاولاني احنا خدنا اثنين سوبر واحد كاس سوبر اثنين سوبر واحد كاس مصر وواحد بطوله افريقيا ودي الخامس وعندك كاس دوري وكاس وعندك سوري سوبر عندك سوبر وعندك سوبر افريقي بالظبط وعندك كاس مصر ثاني ان شاء الله صح كده مش عارفين اذا كان هيكمل امتى كاس مصر ده ايا كان فانت عندك تقريبا ست بطولات السنه 8 ممكن 8 تالي سته كابتن ممكن توصل لسبعه كمان انت لسه في كاس عالم انديه في شهر 12 تقريبا لا سوبر افريقي سوبر افريقي سوبر افريقي شهر 8 ان شاء الله كاس مصر السبعه الدوري 8 باذن الله تعالى ان شاء الله الدوري الخامس خامس دوري سبعه كابتن عادل فانت على وشك ان شاء الله انك تعمل انجاز غير مسبوق ما حصلش في اي فرقه في العالم يعني يمكن الفرق بتاعت العالم كلها بتتكلم في خماسيات وسداسيات ورباعيات وكلام من ده لكن انت النهارده السنه دي ان شاء الله على وشك انك تعمل انجاز غير مسبوق في العالم كله صحيح الاهلي بيقدم كوره الحقيقه في اوقات كتيره جدا كوره ممتعه ولو ما بيقدمش كوره ممتعه بيقدر يكسب يعني ما بتبقاش خارج من المباراه زعلان ساعات بتبقى مش مبسوط من الفنيات من ساعات بتبقى الفنيات مش عاجباك قوي تمام لان انت في الفترات الاخيره بقيت تحب ان انت عايز تكسب وفي نفس الوقت بتقدم اداء رائع راقي لكن مش في كل الوقت هتعمل كده برضو لازم الجمهور يبقى فاهم الحته انك في كل وقت انك هتقدم الاداء المطلوب لان مباراه كباتن اتكلموا على ظروف الماتش وجاي من نشوه وجاي من مكسب بطوله افريقيا ولاعيبه متغيره ومدير فني كان واخد اجازه واللعيبه كانت واخده اجازه ولاعيبه في المنتخب وانت عامل تجمع يعني يا دوب اتجمعت من 3 ايام فداخل على مباراة مع فرقة كمان يعني هم بيلعبوا النهاردة مباراة استعراضية بالنسبة لهم تمام مباراة للشو فالمباراة راحة في حتة تانية خالص بعيد عن اللي انت بتفكر فيه فكون انت تكسب وتكسب 3-0 ده نتيجة اعتقد جيدة من وجهة نظري الشخصية المباراة اللي جاية مش هتبقى مباراة سهلة ومش هتبقى مباراة صعبة على الأهلي انا شايف بالإمكانيات والقدرات البدنية وانا يعني بحيي كولر السنة دي والجهاز الفني طبعا انك انت بتصل لشهر 6 بامكانيات بدنيه رائعه جدا 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 الحقيقه تحسب للمدير الفني وتحسب للجهاز الموجود انك انت خد بالك انت خلاص انت الفرقه كلها ابتدت يبقى عندها حاله من الهبوط في المستوى البدني كل الفرق بلا استثناء كل الفرق باستثناء النادي الاهلي هو الوحيد اللي عنده المعدلات البدنيه قويه جدا جدا ودي حاجه تحسب للمدير الفني والجهاز الموجود وحاجه طبعا يعني رغم ان احنا لعبنا اكتر طبعا بكتير يا كابتن طبعا أيوة. اكتر بكتير مباريات كتير جدا انت وصلت فاينل ولعبت كاس عالم وسوبر يعني والراحات اقل كمان والراحات اقل طبعا اكيد 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 طبعا يعني فده يخليك تبقى قدام جهاز بيفكر صح يعني بيعد الخطوات يا كابتن علي بيحسب لقدام ما بيبصش بس تحت رجله انا هكسب النهارده بفلان وفلان 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 بس وهشتغل ازاي بدني واضح ان الريكفري سريع جدا أي. واضح ان اللعيب بتعمل ريكفري بشكل جيد جدا 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 والا كنت هتلاقي في اصابات يعني الحمد لله ما فيش اصابات عضليه كتير عند لعيبه النادي الاهلي الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى يعني مش عايزين نحسد اللعيبه ولكن موسم رائع 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 في كل حاجه الحقيقه يعني. صحيح. فنيا وبدنيا النتائج البطولات الانجازات كل حاجه نتمنى ان شاء الله يكتمل الموسم باذن الله تعالى يعني وكل اللعيبه يعني تفنش الموسم بدون اي اصابات باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله ال- 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 الموسم ملتحم مع الموسم اللي جاي يا كابتن ايمن خد بالك ودي الصعوبه او ده التحدي لمستر كولر عندك ارتباطات كتير كمان جدا. طبعا انت في شهر 8 قويه كمان شهر 8 هتلعب سوبر اعتقد في كاس بعديه على طول كاس مصر تمام بعدين وبعدين دوري وبعد كده هتخش الدوري شهر 9 لا وبعدين في حاجه اسمها الدوري السوبر الافريقي كمان في منتخب اعتقد شهر 11 شهر 1 في منتخب كتير في مش كده صح منتخب بس ده في كاس الامم الافريقيه بقى في شهر يناير لا بس انت عندك كمان في تجمع اعتقد 9 كمان انت عندك كتير انت عندك قبله كمان كاس عالم الانديه طبعا شهر 12 وفي 24 12 وماتش المنتخب شهر 9 9 صح كده في 9 عندك ارتباط في شهر 9 مظبوط انت عندك كمان حاجه يعني في لعيبه مش هتريح خد بالك يعني انت انت عارف بقى عندك كام لعيب دولي في المنتخب انت عندك تقريبا 9 لعيبه دوليه في المنتخب 9 لعيبه فانت قوام فرقتك معظمهم موجود في المنتخب مصر فده معناه ان انت مش هيبقى عندك وقت للراحات السنه الجايه وده هيبقى تحدي كبير ده في كمان دوري السوبر الافريقي
السوبر ال 8 الثمان فرق تقريبا الثمان الكبار الثمان الكبار اه المفروض ان هو يتعمل شهر 10 بس ده اعتقد هيبقى اربع ست ماتشات او اربع او خمس ايوه بس ده دوري صح ده دوري ودوري تقيل يعني اعتقد ثمان فرق تقال هم اللي فيه دي فيها جائزه كبيره جدا حوالي 8 ل 12 مليون يورو اعتقد يا كابتن تلعب ثلاث ماتشات وسيمي فاينل وفاينل على طول يعني خمس ماتشات اعتقد اكبر جائزه هتبقى موجوده في البطوله دي اه بس هم لسه حته الراعي لسه لسه يعني لسه برضه بنشوف حته الشركه الراعي مظبوط صح لان خد بالك عدد الفرق قليل عدد الماتشات قليل فبالتالي انت برضه حجم الحجم او القيمه التسويقيه للبطوله بقول لك بلال زي ما انت منتظر يعني. السعوديه موجوده في لا مش مؤكد لا مش مؤكد لا هو اتقال ان هي هتدفع 200 مليون يورو عشان مش قصدي فرقه بس الكلام مش في فرقه من السعوديه موجوده في البطوله لا نعم لا كابتن مش في فرقه في السعوديه ده دوري سوبر افريقي لا ده دوري سوبر افريقي دي مش من المجمعه اللي فيها لا 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 اسيا البطوله العربيه ده كان السوبر افريقي ده الثانيه دي كاس العالم للانديه لا لا ده السوبر الافريقي ففي ارتباطات كتير طبعا من ضمن الكلام اسامه وكابتن عادل وكابتن بلال كابتن الارتباطات الكتير وان المدير الفني ليه اهداف في السنه الجايه هو بيشوفها من دلوقتي كابتن عادل قال لك ان لازم يحسم البطوله مبكرا لان هو عنده اهداف بيبص عليها من دلوقتي من ضمن الاهداف هل المدير الفني طبعا هو هيريح بعض اللعيبه في لعيبه تانية عايز يديها فرصه هل هو المدير الفني منتظر لحد الان علشان السنه الجديده ان شاء الله ان بعض اللعيبه تاخد فرص بعد حسم الدوري عشان الحكم عليها بصفه نهائيه للموسم الجديد هقول لك يعني طبعا بعد ما تاخد وتحسم الدوري انت لازم تريح الناس ده كلام صحيح وانت انا بتكلم على السنه الجديده هو هيدي لعيبه فرصه انها تلعب خلاص علشان يشوفها انا من شويه قلت لك القطر ماشي ماشي وهو دلوقتي بقى في بؤره تانية خالص غير من اول ما جه ده الراجل بيتحاسب على كل بطوله بيخش فيها دلوقتي يعني حتى لما تيجي تتكلم على بطوله العالم للانديه بقى ملزم ان لازم يجيب لك ميداليه يعني هنتكلم بقى على البرونزيه هنتكلم على الفضيه هنتكلم على الذهبيه انما خلاص بقت فرقته بقت فرقه بطولات والبطل اديك شفت راح فاتح فجاه عليك هويس بطولات تانية السوبر كاس عام انديه كاس الافريقي المجمع كاس مصر مش عارف داخل عليك بقت بطولات 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 ده مكسب بطوله افريقيا بس عم تفك كده وكل ما هتكسب بطوله هيبقى هو قدام الحكايه كلها مسؤول الاول على احراز البطوله قدام الجماهير قدام الاداره قدام كل حاجه احنا بنتكلم على الجهاز الفني ده يستدعي ايه يعني يستدعي الخطة اللي يستدعي الخطة اللي انت بتتكلم عنها مظبوط انت بتتكلم مظبوط 100% يعني ما فيهاش تأليف اللي عندي يديني كويس بص النهارده الراجل ده بعيد قد ايه بقى وبيخش شويه ده لعيب موهوب ايوه لعيب ليه وزن وثقل كده لما بينزل ملعب ونفسه بتبقى مفتوحه واللعيبه حواليه بتتحرك يبقى في هذا الوضع وهو كان بيحرز اهداف بيخطف شوية أهداف كده في أوقات إحنا بنبقى محتاجينها، لعيب الحقيقة يعني كلما اكتملت حالته البدنية بيبقى في الملعب والذهنية وكله بيبقى حاجة تانية، فزي ما أنت قلت خلاص أنا الرؤية عندي بقت السكواد كله، يعني لو حضرتك مصطفى شوبير وعلي لطفي وياسر ابراهيم وحمدي فتحي ومروان عطيه وحسين الشحات وولي ديانج بيرسي تاو ومحمد فخري كريم دول النهارده ما كانوش موجودين اساسيين ها كويس حط عليهم حمدي فتحي اللي هو ان شاء الله بنتمنى له الرحله الاحترافيه بنجاح كلها حط عليك لسه ما فيش حاجه رسميه ما بقول لك يعني لو ما انا بقول لك حط عليهم حمدي فتحي ما قلتلكش ما خرجوا ده غير الناس اللي هم مش موجودين النهارده للاصابات والحاجات التانية ف هتلاقي الماتش الجاي ممكن ما تلاقيش شناوي
تلاقي مصطفى شوبير هو اللي واقف عادي جدا. دي الرؤيه اللي انت بتتكلم عنها. تلاقي علي لطفي موجود. وبعدين اللعيبه بتاعتك كلها بقت في بؤره العرض والطلب. كل العالم عايز اللعيبه اللي عندك. ايوه. كل اللي حواليك بيدوروا على اللعيبه اللي عندك. واحد بيبص على سيد شحات، تاني بيبص على علي لطفي لسه طالع فرقه طالعه لسه جديد، تقول لك انا عايز حارس مرمى. واحد عايز الشناوي. في حد بيبص على محمد عبد المنعم في اوروبا. بص فرقتك راحت فين؟ ها؟ ما شاء الله مروان عطيه واليو ديانج. ايه الجمال ده وايه الحكايه دي كلها؟ النهارده بيركبوا القطر معاك اتنين، ها؟ ثلاثه النهارده ركبوا القطر. قفشه وعبد القادر وطاهر. ركبوا قطر مين؟ قطر كولر. ايوه. اللي انت بتسالني عنه ان هو بيبص وبيشوف. طاهر ده كان عنده ايه زمان؟ طاهر ده كان عنده الاساسي بتاعه اللي بيجي يحطه. اسعد واحد النهارده مستر كولر بعد الجول اللي جابه الراجل ده والتحركات اللي بيعملها والحاله البدنيه اللي هو فيها والرؤيه مش على حساب حرس الحدود. اي حد بينزل قدام فرقه درجه ثالثه يا اسامه وهو مش جاهز ومش قادر مش هيطلع شكله كويس. هو اللي بيجعل لنفسه مساحه من الرؤيه لاي جهاز فني يبص عليه. ده لو كولر عمل كده لا سيد عبد الحفيظ هيقول له ايه في ايه. المدرب المساعد اللي بتاعه اللي جنبه سامي قمصان هيقول والله الراجل يعني موجود اهو حاسين بيه فهي دي السؤال اللي انت بتساله. طبعا طبعا هيبص ويعمل عرض وطلب لكل اللي موجودين اذا كان من الناس اللي هي طالعه وهيدي فرص كبيره جدا عشان يعمل التقرير بتاعه السليم الامين مع كل الناس. والولاد كلهم عارفين كده فلازم يبقوا مستعدين لاي فرصه. يعني انا وانت وكل الناس دي في اي عمل بنعمله كل واحد بيبقى محتاج الفرصه. صحيح. فلازم كله يبقى جاهز الحكايه دي باذن الله. طيب نروح للمؤتمر الصحفي لمستر كولر ونشوف قال ايه بعد المباراه. Die Vorbereitung war noch schwierig, natürlich nach dem Champions League Finale, nach dem Sieg und Nationalmannschaftsspieler sind gleich alle weggegangen. Wir hatten nicht so viel Zeit, sind zwei Tage, vor zwei Tagen sind die letzten Spieler zurückgekommen. Und natürlich viel Freude, viel Spaß. Aber das heißt natürlich auch, dass der Fokus nicht so auf dem Spiel ist. Und ich glaube, es hört gar keine zu, also es muss gar nichts sein. Hey, die warten, bist du fertig? Ich will sowieso übersetzen, ja. Dementsprechend sind wir froh, dass wir hier das Spiel gewinnen konnten. Wir haben auch recht viel durchgemischt und ja, und haben sicher verdient das Spiel gewonnen. كان في صعوبه او صعوبه المباراه كانت اكتر في التحضير للمباراه بعد الفوز بدوري الابطال بنتيجه كبيره وفوز كبير فرحه كبيره. بعد كده كمان راحت لعيبه المنتخب احنا قعدوا ايام كتير احنا اللعيبه ما جات لناش غير من يومين بس ان اللعيبه بدات ترجع كلها تاني او يبقى عندي القائمه كامله من يومين. فالتحضير للمباراه دي والاجواء طبعا اللي بعد الفوز فرحه كبيره وسعاده كبيره جدا وطبعا نتيجه كبيره لكن ازاي ان التركيز اقدر ارجعه تاني وان احنا نقدر ان احنا نركز في ماتشات الدوري دي كانت صعوبه المباراه. ازاي ان انا بعد كل ده وبعد كل الغيابات دي والناس لسه راجعه من يومين ان انا ادخل الفرقه تاني في اجواء الدوري. لكن الحمد لله ان احنا قدرنا نتغلب على ده. عملنا تعديلات كتير في التشكيل ورغم كده النهارده الحمد لله كسبنا مكسب كبير ومستحق. بس gratuliere für den Sieg heute und dann auch für das Champions League und wir wünschen dir viel Glück in Zukunft auch. Wir haben heute gesehen, dass du viel Wechsel gemacht im Mittelfeld, drei neue Spieler, auch der Wechsel. Ist es dann eine Vorbereitung für die Phase nach Hamdi Fathi, das heißt, wenn Hamdi Fathi nicht mehr da ist? Nein, der hat natürlich jetzt auch viel gespielt, er ist ein intensiver Spieler, ist ja nicht der Einzige, der Shahed hat ja auch nicht gespielt in Marwan. Ist es auch nichts Offizielles über Hamdi? Ja, ja, ja. Und von daher ja, ist das eigentlich auch normal und gut, dass die Spieler, war ja auch noch bei der Nationalmannschaft und das ist halt sehr intensiv die Zeit.
لا خالص، الموضوع كله ان حمدي يعني انا غيرت في تشكيل لان كان في ضغط مباريات كتير، وهو وكان برضو حسين الشحات مشاركين في المنتخب ولعبوا ماتشات مع المنتخب لسه راجعين، ارهاق كبير جدا، ما خدوش اي فتره راحه بعد ماتش نهائي دوري الابطال، فبالتالي الموضوع كله ان انا بريح بعض اللعيبه من الضغوط الماتشات اللي الفتره الاخرانيه مش اكتر من كده. Als erstes dann gratuliere dann für die Champions League. Und das ist das erste Mal, dass wir mit Ihnen treffen dann nach dem Champions League. Ich gratuliere. Nach dem ersten Jahr in Afrika, was hat das afrikanische Fußball dann für Sie mehr beigebracht oder was haben Sie mehr gelernt dann von der afrikanischen Fußball jetzt nach einem Jahr? Ja, also ich möchte mal bedanken. Es ist noch kein ganzes Jahr. أنا أولا بشكر حضرتك، لكن إحنا أنا لسه ما عدتش سنة، أنا لسه بقالي بعض شهور لسه. Informationen, es sind viele neue Eindrücke, die wir auch gesammelt haben. Aber natürlich auch bei Al Ahly ein großer Club, der natürlich auch gut aufgestellt ist. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir hier sind und zusammen erfolgreich sind. فبالتاكيد هو ما كملتش سنه، لسه انا فتره قصيره موجود، لكن في الفتره دي جالي خدت معلومات كتير، انطباعات كتير عن الكره الافريقيه، وطبعا ان انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي، نادي منظم، نادي عنده اسس، وانا سعيد جدا بان انا متواجد في نادي كبير زي النادي الاهلي، وان انا قادر ان انا اعيش في الاجواء دي. Ich gratuliere dann für den Champions League. Und das ist dann dein vierter Titel nach 9 Monaten bei Al Ahly. Und das ist bis jetzt dann das beste Beginn oder Start dann für einen Trainer in der Geschichte von Al Ahly. Jetzt die Fans von Al Ahly wollen noch mehr, wollen die Meisterschaft. Und also die wollen jetzt die Meisterschaft haben, vielleicht auch ein Club-WM. Also was machen Sie damit? Also wie gehen Sie mit diesen Ambitionen dann der Ahli-Fans, die immer mehr wollen? Und zweite Frage ist, Halim Ahlul ist ein ganz wichtiger Spieler. Wie könnten Sie die ganze Zeit dann mit ihm umgehen oder ihm vorbereiten, physisch, aber auch psychisch? Ja, also das ist mir bekannt, dass die, also unsere Fans, kaum haben wir einen Titel geholt, dann ist, bevor der Abend zu Ende ist, wird schon der nächste verlangt. Und ja, ich nehme das einfach so hin. Also ich versuche natürlich, weil ich selber auch gerne Pokale hole oder gewinne und das als Spieler oder als Trainer jetzt auch schon ein paar Mal erleben durfte. بالنسبه للنص الجزء الاول من السؤال، ان انا طبعا انا خلاص عرفت جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايز على طول بطولات، الليله ما بتخلصش بعد ما بنكسب البطوله يعني ما بتعديش الليله وننام عليها، بيكون بيطالبني بالبطوله اللي بعدها على طول، لازم اتقبل ده وانا متقبله لانه جزء كمان من شخصيتي، انا كمان بحب البطولات، جعان بطولات، نفسي ان انا اخد كل البطولات ونفسي ان انا احقق لهم طموحهم ان احنا ناخد كل حاجه، انا كمدرب وقبل كده كنت كلاعب حصلت على بطولات، عارف الاحساس ده ونفسي ان انا احس بيه على طول. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, okay, wir wollen den nächsten Titel, wir wollen Club-WM, wir wollen Super League und wir wollen alles gewinnen, als dann zu arbeiten. Das Arbeiten, das zu erreichen, ist natürlich viel die größere Arbeit, als einfach zu sagen, hallo, da müsst ihr und da müsst ihr. Kamen, في نقطة تانية, سهل جدا ان انت تقول احلامك وطموحاتك، انا عايز ده وعايز ده، انا عايز اخد كاس العالم للانديه، انا عايز اخد الدوري السوبر ليج الجديد، انا عايز اخد البطولات دي كلها، سهل ان انت تقول، الاصعب اللي هو الشغل، ان انت تشتغل عشان تحقق كل الطموحات دي، ده اللي احنا فيه وده التعب الكبير، ان انت عشان الكلام سهل والاحلام سهله، لكن التنفيذ وان انت تحقق ده هو ده الصعوبه. دالي مالول ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat, der in dem Sinne auch leicht zu führen ist, der natürlich ein hervorragender Spieler ist, der sehr wichtig ist auch für dieses Team, der auch eine Persönlichkeit ist und dementsprechend sind wir froh, dass wir ihn bei uns haben. بالنسبة لعلي معلول، علي معلول لعيب عنده خبرات كبيرة جدا، لعيب كبير جدا، لعيب سهل جدا ان انت تبقى مدرب ليه او تقوده،
لان هو بيسهل لك كل حاجه. هو لعيب عارف واجباته، لعيب محترف، عالي شخصيه كبيره جدا، لعيب كبير جدا فنيا وكمان كشخصيه، ولعيب مهم لينا جدا، لعيب مهم لفرقه النادي الاهلي. وعشان كده انا سعيد جدا ان انا عندي لعيب زي علي معلول في الفرقه. Letzte Frage zum Spiel. Million Glückwünsche dann zum Sieg dann mit Champions League. Dann Sie haben dann die ganze ägyptische Fans glücklich gemacht, aber besonders auch die Ahli Fans für den Champions League. Überlegen Sie sich dann, eine Mannschaft dann aus dem Nachwuchs zu bilden, mit dem die Meisterschaft weiterzuspielen, besonders dann, wenn die Meisterschaft schon endgültig dann entschieden ist, dass Lali die gewinnt? Ich habe eine Information bekommen, dass Sie überlegen, dann eine Mannschaft dann aus dem Nachwuchs zu bilden, um die Meisterschaft weiterzuspielen, ja, oder fertig zu spielen. Also wir haben die Meisterschaft bis jetzt noch nicht gewonnen, also heißt das, wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele oder aufs nächste Spiel, das ist jetzt am Sonntag im Cup gegen Suez, und nachher geht es in der Meisterschaft weiter, und was dann nachher ist, das interessiert uns oder mich jetzt aktuell. Ana bilnisba li ad-dawri lissa lam yuhsam, وبالتالي كل الامور لسه مفتوحه. هركز في الدوري وهبذل كل جهدي انا ولاعيبتي ان احنا نكسب الماتشات الدوري. عندنا ماتش يوم الاحد في الكاس ضد السويس هنركز فيه، بعد كده عندنا هنرجع تاني لماتشات الدوري، وبما اني لسه ما حسمتش حاجه فما بفكرش ابعد من خطوه الماتش الجاي، وبعد ما نخلص ماتشات الدوري ما نتكلم، لكن انا ما فيش افكار خالص بخصوص حاجه زي كده. فين لك كابتن اسامه؟ واضح طبعا ان مستر كولر راضي عن المكسب طبعا النهارده، ويعني عدد بعض الاشياء اللي هو راضي عنها. الفتره اللي جايه فتره بالنسبه له برده، هو بيقول لك لحد دلوقتي لم يحسم الدوري، ما طبيعي ما حسمناش الدوري طبعا الفتره الجايه، وكل تفكيره في المباراه اللي بياخدها النادي الاهلي. يعني هو خلص ماتش الدوري النهارده، النادي الاهلي عنده ماتش كاس، ما حسمش الامور في الدوري، بس بنحضر نفسنا لماتش الكاس، لان دي خطوه ثانيه وبطوله جديده او بطوله ثانيه. هو بيقول لك ان انا ببص لاقرب حاجه ليا، يعني بالزبط. انا خلصت ماتش دوري، عندي ماتش كاس احضر ليه. ف طبيعي انا كمدرب وانا مسؤول وانا المسؤوليه عليا هقول كده. ما اقدرش اقول انا ولسه ليا 9 ماتشات باقيه، حتى لو انا من جوايا احساسي بفرقتي وبالفرق اللي بلعبها وان انا شكلي افضل ولعبتي اجهز ولعبها عدد كبير منهم وبقدر اعمل فيهم روتيشن وبقدر اعمل فيهم تغييرات وبريح ده وبنزل ده وبرضه بنكسب، لكن مش هيقدر يقول انا حسمت الدوري. ده طبيعي، طبيعي جدا انه يقول كده، وكلامه منطقي لان هو في موضع مسؤوليه، فلازم يقول لك انا مباراه لغايه لما احسم الامور. فهو خلاص قفل صفحه، هو بيقول انا قفلت النهارده، خلاص خلصت ماتش النهارده، افكر في ماتش الكاس الجاي. وبرده هو قال كلمه، احنا عشان لعبنا كتير في النادي الاهلي احنا عارفينها، بس هو طبيعي ان هو لسه جاي السنه دي، بيقول انا كل ما بكسب بطوله او اكسب مباراه جمهور الاهلي بيطالبني بالبطوله اللي بعدها. فقال لك انا عرفت ان جمهور الاهلي عايز بطولات على طول، وانا كمان بحب اخد بطولات، فمنطقي جدا وطبيعي جدا. بس احنا عشان عشنا الاجواء دي بقالنا 30-40 سنه في النادي وعارفين، وقبليها كنا مشجعين، وسواء بقى لعبنا وبقينا مدربين ومحللين، فاحنا فاهمين القصه دي. لكن هو كراجل اول سنه ليه في الدوري المصري عارف انه جماهير الاهلي ومجلس اداره الاهلي وكل اللي منتمين للاهلي على طول مطالبين ببطولات. حتى هو اكيد شاف كم الجماهيريه الكبيره جدا لما بيروح بيلعب في مثلا الدول، احد واحده من الدول العربيه الشقيقه، سواء في الامارات ولا في السعوديه ولا في قطر ولا في اي حته، حتى في الشمال حتى في الشمال في المغرب وتونس والجزائر بيلاقي جمهور للنادي الاهلي. فهو عرف بقى حجم الاهلي بعد ما يقرب من سنه.
فدي حاجه كويسه انه عارف ان الاهلي على طول عايز بطولات. كلامه طبعا منطقي جدا وطبيعه الحال هو بيتكلم بهدوء وثقه لانه ما فيش شك البطولات اللي خدها عملت ثقه بينه وبين جماهير النادي الاهلي، بينه وبين مجلس اداره النادي الاهلي، واخرهم بطوله افريقيا اللي احنا فقدناها السنه اللي فاتت، مدياله ثقه وهدوء حتى في الكلام. مش فيش يعني في بعض الاوقات جات له كان بيبقى عصبي في المؤتمر الصحفي او بيبقى مشدود سواء من نتيجه مثلا مش موفق فيها او اداء ما كانش بيبقى كويس او حد من الصحفيين يستفزه بسؤال مثلا يكون صعب، لكن المكاسب بتدي ثقه في النفس وثقه في الفرقه وثقه في كل حاجه. فهو كلامه الجمهور كمان دلوقتي بقى عنده ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني طبعًا. بعد الموسم هو ما كملش موسم طبعا هو لا هو بالظبط يعني يعني نتكلم على 8 9 شهور. ما انت ايمن كل البطولات ما شاء الله اللي دخل فيها النادي الاهلي كسبها فهو خدها، فهو اللي على راس الجهاز الفني، فهو محقق دلوقتي كل البطولات اللي دخل صحيح. فيها صحيح. وان شاء الله الدوري قريبا ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يكمل كمان في كاس مصر. فطبيعه الحال ان في ثقه كبيره زي ما قلت لك اتولدت بين الجماهير وبين الجهاز الفني بقياده مستر كولر، بين الاداره وبين مستر كولر. فطبيعه الحال المكاسب بتدي تملي استقرار وبتدي ثقه وبتدي هدوء، بتدي كل الحاجات الايجابيه. الهزايم والنتائج السلبيه هي اللي بتدي تعمل مشاكل سواء بين الجماهير وبين الاجهزه الفنيه صحيح. بين الاداره وبين الاجهزه الفنيه وهكذا صحيح. فهو بيتكلم كلام منطقي وله الحق طبعا، بنبارك له وبنقول له الف مبروك يا مستر كولر على كل اللي عملته وان شاء الله بالتوفيق كمان في البطولات اللي جايه ان شاء الله. خليني يا كابتن عادل اقول لك برضو ارقام مستر كولر مع الاهلي حتى الان. مستر كولر بمباراة النهاردة خد 47 مباراة، حقق الفوز في 35 مباراة و 8 تعادل وأربع هزائم، 2 في كأس العالم للأندية و2 في دور المجموعات الأفريقي. سجل 85 هدف، لا 88 هدف بثلاثة النهاردة يبقى 88 هدف كويس. استقبل 28 هدف، شباك نظيفة في 30 مباراة و13 ثلاثية، كسب 13 مباراة بنتيجة 3-0 أو 3-1، وتوج بأربع بطولات، سوبر محلي مرتين، كاس مصر ودوري الأبطال الإفريقي. أنت كنت عايز تسألني سؤال لا انا خليني، ما انا هكلمك برضه على مستر كولر لان انت اتكلمت والكابتن شريف اتكلم، بس انا بكلمك على ارقامه متميز فيها. طب السؤال اللي انا طرحته على الكابتن شريف وانت كان عندك رد برضه، اللي انا قلت الفتره اللي جايه هو بيحاول يحسم الامور مبكرا. طب ان شاء الله باذن الله يحسم مبكرا لان عنده اهداف ثانيه، عاوز يشتغل لان عنده اهداف ثانيه عشان الموسم الجديد وتجهيزاته وتحضيراته وهو بس. هل هو مستر كولر يعني ما كونش رؤيه بنسبه 100% للموسم الجديد؟ اكيد يعني انا من ولا في لسه كلام على بعض الامور مثلا؟ لا هو كون الفكره 100% بالقادمين من الخارج كمان، بمعنى طلباته بتتعمل على ارتباطاته في الموسم اللي جاي. يعني انا خدت التجربة مثلا، هو مستر كولر خدت التجربة السنة دي في البطولات دي، فأنا أشوف الارتباطات والحمد لله إن هو وصل لأكثر ارتباطات اللي هو أعلى، اللي وصل فاينل أفريقيا وكسب الفاينل وبعدين راح لعب في كأس عالم الأندية ولعب ماتشات تقيلة قوي وبعد اللعب سوبر ولعب سوبر يجي ثلاث مرات او ثلاث مرات من الموسم اللي فات او مرتين، فلعب مباريات كتير فعرف هو محتاج قد ايه لعيب، احتياجاته
احتياجات، لكن داخل الفرقه هو حط ايده على الاحتياجات كلها، لانه هو شاف اللعيبه في كل ظروفها، وهو كسبان وهو خسران وهو متعادل وهو عايزك في تكتيك ايه وعايزك في شغل ايه، فهو حط ايده على اللي داخل النادي. بص تلاقيه هو مثلا يجي يقول لك انا بكلمك على اللوجيك اي مدرب بيعمله، هيقول لك انا محتاج مثلا فرقه الاساسيين والاحتياطيين ما يبقوش اقل منهم، والجواكر اللي هم ممكن يحلوا لي المشاكل قدام، فهو اكيد حط ايده على حتى احتياجاته اللي عايزها من بره. ما هي كابتن ايمن، يعني عايز اقول لك اي تيم كوره لما تيجي تعمله تيم كبير زي النادي الاهلي يجب ان انت تراعي ثلاث حاجات: كم المباريات، تقل المباريات، شخصيه اللاعب عشان الضغط الجمهور والبطولات والحاجات دي كلها. لو انت نجحت انك انت تعمل التوليفه دي، غير بقى في حاجات فنيه جوه. يعني انت بتتكلم على معدل اعمار لعيبه النادي الاهلي، لو اتكلمت فيها طول عمر معدل اعمار لعيبه النادي الاهلي ولا بتبقى عاليه قوي ولا بتبقى صغيره. يعني انا متخيل ان هي وصلت ال 27.5 في الوقت الحالي. أيوة. انت ممكن سنه تانية ترجعها 25 26 وتبدا تاني ترفع فيها تاني، لكن عمرها ما توصل ال 29، ولو وصلت ال 29 لازم تنزل جري انك انت توصلها لل 27 تاني. ليه؟ لانه كمان لازم يبقى في اجيال مختلفه في التيم الواحد، التيم نفسه لازم يبقى فيه على الاقل من 3 لـ4 اجيال، دي حاجه مهمه جدا لازم أيوة. تتعمل. ولو انت حسبت فرقه النادي الاهلي هتلاقيها فيها 4 اجيال، دي حقيقه، من اول حمزه الجون هو ومصطفى شوبير الى علي معلول والشناوي الكبار، لو انت مريت تلاقي في 4 اجيال. الاربع اجيال دي هو المدرب بقى مستر كولر في الوقت الحالي هيفكر يعملها ازاي. هل 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 يعني يقول لك مثلا في احيانا انت شايف ان انا لعيب كويس قوي بس في مكان 2، انت فاهمني يا كابتن ايمن، في مكان 2 وفي مكان تاني في 1، لازم اجيب اللي هو في المكان الواحد ده وامشي الثالث اللي في المكان التالت. يعني لو في 3 باك رايت وما فيش الا باك ليفت واحد، ايوه، يبقى انت يجب انك انت لو انت عندك مفضله انك تايد واحد من شيل الثالث بتاع الباك رايت هتحط دو مكانه في الباك ليفت عشان يبقى عندك 2 وعندك 2. غير في حاجات كتير، ولكن ناحيه سؤالك يا كابتن ايمن لازم هيكون عارف كل حاجه. هو دلوقتي فاهم كل حاجه على اللعيبه. اقول لك حاجه كمان، الناحيه النفسيه بتاعتهم، ودي مهمه جدا. أيوة. في لعيب يستحمل ولعيب ما يستحمل. سال سؤال ولو جبته تاني في المؤتمر لما سالوه على علي معلول يا كابتن ايمن، ايوه، رد قال ايه على علي معلول؟ ده رد تلقائي، اكيد ممكن يرد على كل لعيبه كده، لكن لا، مش بالشكل اللي رده على علي معلول. عارف ليه؟ علي معلول من اللعيبه اللي هم يمكن واحد بس كان في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت في الماتشات ما كانش بيريح خالص. فاكر لما كنا بنتساءل هو اللي بيلعب على طول ليه وهو بيلعب على طول ليه؟ وفاكر يا كابتن انا قلت لك كلمه يمكن لو انت فاكرها، قلت لك من ثقته في ذكاء علي معلول، ومن ثقته في كم الجري اللي بيجريه علي معلول، وازاي علي معلول بيفهم امتى يقف وامتى يروح. فالحاجه دي كلها هو بيعتبره من افضل اللاعبين عنده، لانه بيريحه تكتيكيا فنيا وحاجه تانية، وحاسس انه فاهم في الموضوع. بقول لك ايه يا عادل، الفرقه دي محتاجه ايه في الشكل الجديد اللي ايمن بيتكلم فيه ده؟ شرقه الاهلي، انت لو كولر دلوقتي في الخطه في الخطه اللي ايمن بيقولك عليها في الفتره اللي جايه دي، في الشكل ده والاعداد بتاع الشكل اللي جاي ده، انت لو انت مكانه هتبقى محتاج ايه في المراكز عندك هنا؟ في المراكز دلوقتي؟ انا مش هتكلم على مراكز اللعيبه، انا بتكلم على عادل. لا يعني انا مش هتكلم على مركز اللعيبه، بس انا اكلمك على انا محتاج لاعب ولاعب احتياطي واثنين جواكر في كل خط، بس عممها في كل خط. طيب الفترة اللي جاية كابتن بلال في
فيها ارتباطات كتير زي ما قالوا الكباتن، وفي شغل يعني بيتعمل من دلوقتي للفترة اللي جاية. وزي ما قال برضه عشان ما نزعلش كابتن عادل، مستر كولر قال لك الدوري لسه ما اتحسمش، بس عايز اقول لك حاجة برضه لازم نديله كريديت فيها. كابتن عادل قال النهارده هيكون الطرفين او الباكين مقلين في الاداء الهجومي، وده حصل فعلا. احنا قلنا له لا، احنا هنشوف شغل من ناحيه اليمين وهنشوف شغل من ناحيه الشمال، بس فعلا كان خالد وعلي بيلعب بذكاء، ما كانش ليهم ادوار هجوميه كتير في مباراه اليوم. هو خالد بطبيعته ما عندوش ادوار هجوميه، لان هو مش اللعيب اللي ممكن يديك ادوار هجوميه زي ما انت عايز. يعني هو ده مش مكانه يعني. تمام، يعني انا الحقيقه يعني انا ما شفتوش مع النادي الاهلي بيأدي ادوار هجوميه في بعض المرات. هو ادواره الدفاعيه جيده جدا، يعني ممكن يقفل خط، ممكن يدافع بشكل كويس، يلعب مان تو مان على حد بشكل جيد، انما يديك الادوار الهجوميه ناحيه اليمين اعتقد. بس هو كان بيلعب يعني ظهير ايمن في يعني بعض الاحيان، في بعض الاحيان ما شفتهاش. انت جايبه في بعض الايمن بعد ما اكرم اتعور. ما فيش مشكله يا كابتن، لكن انا بكلمك على الاداء الهجومي بتاعه. تمام، يعني في لعيب يبقى اداء الهجوم مميز مثلا، وفي لعيب يبقى عنده بالانس حد بيدافع طبعا في اتزان ويهاجم بنفس 50%، وفي لعيب يديك الاداء الهجومي 80% زي علي معلول، وفي لعيب يديك الاداء الدفاعي قوي جدا 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 90%، ويديك 10% زي اكرم توفيق. يعني انت بالظبط مختلفين، في تنوع. السؤال هنا لو الثلاثه الديفندرات اللي موجودين، ديفندرات الثلاثه اللي موجودين في نص الملعب اللي هم بيدافعوا قوي، لو موجودين مع علي معلول هيهاجم قد ايه؟ ولو موجود الثلاثه بتوع النهارده من بدايه المباراه هيهاجم قد ايه علي؟ ايوه، عشان كده انت قلت رقم واحد على حسب. بص يا كابتن، انا مش هتكلم على الماتش ده فنيا، ما انا بقول لك لان مش هينفع نقيم اللعيبه في ماتش زي ده. انا مش انا الماتش ده بالنسبه لي دي مباراه يعني كان ليك هدف وخدت يعني الهدف بس، وهو كمان علي معلول ليس لا يعني مش هنتكلم عليها فنيا، انا كمان على فنيا هنتضايق يعني، فاهم قصدي؟ مباراه انت كسبتها 3-0 بنتيجه جيده، لكن انا شايف ان ده ماتش يعني، فاهم قصدي؟ يعني كانه ماتش ودي، فاهم قصدي؟ تقسيمه لعبت انت خدت منها اللي انت عايزه، خرجت منها زي ما انت قلت كده من غير اصابات، خرجت منها انت كسبان 3-0، خرجت منها بكلين شيت، تمام، خرجت منها بعدد جيد من التجارب يعني الجديد. مش عايز تصيطني انا اقول لك، بس انا قلت لك انا بقول لك زي ما انت قلت اهو، انا قلت حاجه ما انا قلت زي ما انت قلت اهو، خرجت فيها بكل حاجه. قلت حاجه مهمه يا كابتن، قلت لو الثلاثه ميد فيلدرز دول ولا مدافعين انهي تلعب، يعني الطرفين بتوعك اشتغلوا ازاي. أيوه. انا معاك قلبا وقالبا في ان انت لو بتلعب بثلاثه زي دول هتزود المهام الدفاعيه للاثنين الباكين. تمام، بس مش مع حرس الحدود. تمام، مش مع فرقه زي يعني مع فرقه ما عندهاش تقل زي فرقه حرس الحدود، مع احترامنا الكامل لحرس الحدود، احنا بنحترم كل الانديه، لكن انا بتكلم عن المستوى الفني. المستوى الفني ضعيف جدا يعني. حلو يعني الجول ده كابتن بلال، يعني مش بالصوره عبد القادر، حلو مش بالصوره ان هو ضعيف. لا بص يا كابتن، المستوى الفني، بص يا كابتن، هنحسس على الفرق، مش بنحسس على الفرق، فرق كبير جدا ما بين النادي الاهلي وما بين حرس الحدود فنيا. ايوه، فرق كبير جدا جدا يعني طول المباراه يا كابتن. هم راحوا بعض الفترات وحاولوا بعض الفترات، اجتهادات فرديه وليس كتيم وورك، فاهم قصدي؟ مش لاعب. أيوه. مش اداء تكتيكي، لكن أيوه. في فروقات كبيره يا كابتن. بس لا، فرقه في الدوري والنادي الاهلي ده بص خالد عبد الفتاح فين؟ النادي الاهلي هو اللي خلاهم كده كابتن. بقول لك زي ما بلال بيقول لك، لو اعيد الجول ده تاني كابتن تكسب، هتلاقي خالد عبد الفتاح، هتلاقي خالد عبد الفتاح هو الوينج رايت دلوقتي. ماشي، بص خد بالك، عادل بص الكره دي، عادل أيوه. خد بالك، شوف مين اللي جنب عبد القادر وهو بيجيب الجول ده. نبص على الجول ده، على كلام بلال اللي بيقول لك عليه مش مع الفرقه دي. بص شايف ده مين اللي رايح هناك؟ ده تحرك هايل من احمد عبد القادر، وخالد عبد الفتاح هو اللي بقى خالد مكمل. هو اللي بقى جنبه. ده بعد ما نزل مين؟ ديانج. هو ده اللي انا قلته، بس هو قرار احمد. هو قرار احمد عبد القادر كله حلو في التحرك، كويس جدا، والتمريره حلوه، وبعدين هو كمان خدها في اخر مكان صحيح، على يمين الحارس. صحيح، كان هدف جميل يعني. طيب ماشي، طيب هنجيب الاهداف نحللها. ده
الجول الثاني ده. لا ده الجول الاولاني اهو. طبعا ده خطا من السيرد باك وما شافش حارس المرمى كويس، يعني جول عكسي. فطبعا ده خطا، بس ممكن يكون ضغط برضو طاهر عليه هو اللي خلاه يعني يعمل الخطا دوت ويتسبب في الهدف. مظبوط، يعني هو ما شافش الجول طبعا وشايف كان في ضغط من طاهر عليه، ولكن تسبب طبعا في ان الراجل يغلط وهو اللي حط الجول في مرمى. الجول الثاني كره من قفشه، وبرده بص تحرك عبد القادر. بص بقى تحرك احمد عبد القادر، التحرك الحر صحيح، ولو اتحصلت في كل مباراه انت على حرير بتكسب لوحده، بتكسب اي فرقه اذا كانت بقى حرس الحدود طلايع زمالك، انت بتكسب كل فرقه كابتن ما شاء الله يعني. الحمد لله رب العالمين. مش محتاج بلال بيقول لك بتكسب كل فرقه، مش محتاج التحركات دي عشان تكسب الفرقه. لا بس هو اتحرك، لا انا محتاج وخد القرار كويس قوي والتمركز كويس جدا. بلال بلال شوف الدنيا بتبقى سهله ازاي. ما انا عارف. لا بهزر يا كابتن والله. بص قفشه، لا عايز اقول لك على حاجه، بص الدنيا سهله ازاي واللعيبه بتتحرك. لا لا هو كمان بالظبط حلو قوي، هو كمان سهل كمان لقفشه. ما هو ده اللي انا بتكلم في كل ماتش، لو اللعيبه بتتحرك بالشكل ده الدنيا هتبقى سهله. ما ده اللي انت طلبته في اول شوط. عبد القادر كمان حط كوره حلوه. تناسي انت طلبت ايه في اول شوط؟ وطاهر بص قفشه برده طبعا نفس الكلام، طلبت انهاء الهجمه جيد بصوره جيده. الراجل ده كابتن اتحرك باسلوب كويس. الراجل ده خلص النهارده اللي حصل فيها ان دخل فيهم هدف في بدايه المباراه، وانت كنادي اهلي ضغطت عليهم ولعبت وخليت ان هم يبانوا بالمنظر ده. دي فرقه في الدوري بغض النظر عن اي حاجه. نادي الاهلي النهارده لما بيجبر الفرق، قلنا كتير زمان وفي كل وقت بنقول انت اللي كويس النهارده. النادي الاهلي لما يبقى كويس ويجيب هدف مبكر، كل الفرق عشان تروح للبلان بي يعني بتتعب مع النادي الاهلي وتفتح الملعب. يعني حرس الحدود ده لو ما كانش النهارده دخل في جون الشوط الاولاني كاننا بنلعب مع كل الفرق. ما احنا شفنا الفرق كلها بيقفوا وبيزدادوا قوه وبيزدادوا اصرارا ان هم يدافعوا لك. ما دي قافه النادي الاهلي اللي بيقابلها. اسالك سؤال يا كابتن عادل. معاه هدف حلو جدا قفشه، عمل كويس قوي. ايه البلان بي بتاعت حرس الحدود؟ مفيش. ما خلاص بقول لك مفيش بلان بي مع الفرق اللي بتلعب النادي الاهلي. ايه اللي يفرق؟ ايه اللي يفرق حرس الحدود عن اي فرقه ثانيه انت بتلعب؟ ايمن الهدف ده حلو قوي جدا الطاير. جدا جدا. لا كمان هو عمل التمريره لقفشه وراح وتحرك وده بالظبط. وقفشه طبعا برضو عشان عنده ثقه. بص يا طاهر نجيبها ثاني. ايوه طاهر هو اللي لعبها. قفشه بقى عشان عنده ثقه وهدوء وقف جوه. وبص يا طاهر مكمل كمان. طاهر حطها بشكل اعلى. اللاعبين بيبص لفوق. ايوه طبعا. بص انا عاوز اشوف الجون ثاني. يعني يا ريت الجون يتشاف ثاني. بص في لحظه هقول لك عليها كابتن. في اللحظه دي بص قفشه يعمل ايه؟ قفشه وقف. بص البصه دي. ايوه ده قفشه فكره. وطاهر برضه لما اتحرك له اتحرك كويس جدا وخد القرار كويس. هي التحركات صحيح. اساس كل حاجه في لعبه كره القدم. نخلينا بقى نتكلم على رؤيه بقى في جدول الدوري. بالنسبه للترتيب بعد فوز النادي الاهلي النهائي. المركز الاول بعد ما لعب 25 مباراه 65 و65 نقطه في المركز الاول. فاز 20 مره اعلى اعلى احنا قلنا اعلى في كل حاجه. اعلى فوز اعلى فوز ومفيش خساره. قلت لك عليهم يا كابتن ايمن ده كان الفارق. ايوه بالظبط فارق الاهداف 41 بالظبط. بيراميدز في المركز الثاني 64 نقطه ب 30 مباراه. بعدين فيوتشر في المركز الثالث من 30 مباراه 57 نقطه. المركز الرابع يجي نادي الزمالك من 30 مباراه 53 نقطه. المقاولين العرب يجي في المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 31 مباراة. المصري البورسعيدي في المركز السادس من 30 مباراة 41 نقطة. فاركو في المركز السابع من 31 مباراة 41 نقطة. اتحاد السكندري في المركز الثامن من 30 مباراة 41 نقطة أيضا. يجي في المركز التاسع إنبي، عامل إنجاز إنبي السنة دي من 31 مباراة 39 نقطة. سموحة في المركز العاشر في 31 مباراة 36 نقطة. نادي البنك الأهلي في المركز الحداشر من 31 مباراة رصيده 35 نقطة. سيراميكا كليوباترا في المركز الاثناشر من 31 مباراة رصيده 33 نقطة.
نادي الاسماعيلي في المركز ال13 من 30 مباراة 33 نقطة. انا بقى من وجهة نظري الفرق اللي جاية يتهددها الهبوط بنسبة كبيرة جدا 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 من المركز ال14. هو في خوف طبعا على نادي الاسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الاهلي، ولكن اعتقد ان دول يعني ممكن يبعدوا عن صراع الهبوط. غزل المحله بس المركز لسه طبعا طبعا يعني انا ممكن اقول كمان ان في بعض الامور ممكن نحسمها في الاخر، يا المواجهات المباشره يا الاهداف. من مركز ال14 غزل المحله 31 مباراه 32 نقطه. خلينا بس ايه نتكلم من اول غزل المحله ال14 15 طلائع الجيش 31 مباراه 32 نقطة أيضا. أسوان في المركز ال 16 من 31 مباراة 32 نقطة. ثم الداخلية في المركز ال 17 من 31 مباراة 29 نقطة، وهو الأقرب حتى الآن للهبوط مع حرس الحدود اللي تأكد بصفة رسمية. عندنا من أول غزل المحلة في المركز ال 14 لو اتكلمنا 32 نقطة وطلائع الجيش 32 نقطة. لا. واسوان 32 نقطة، بس هتكلم بقى على حاجة معينة. بس دخل معاهم سيراميكا والاسماعيلي. سيراميكا 33 والاسماعيلي 33. حاسس ان دول هيبعدوا يا كابتن. الاسماعيلي حاسس ماتش يا كابتن. بص يا ايمن. اتفضل. حاسس اذا كان احنا كنا لسه بنتكلم على الاهلي. طب المحل معاهم. احنا بنتكلم على الاهلي وبنقول انتوا بتقولوا لسه، وانا بقول لك الدوري اتحسم والفروق كبيرة وواضحة. انت هنا بتتكلم على السيراميكا والاسماعيلي عندهم 33 نقطة، انت بتقول احساس صح، الاحساس ان الاسماعيلي والاسماعيلي ناقصه ماتش. ماشي، ما هو الاحساس صح ان الاسماعيلي باقي، ولكن على الورقة بالورقة والقلم والواقع سيراميكا كليوباترا 33 نقطة، والاسماعيلي 33 نقطة، غزل المحلة 32 نقطة، طلائع الجيش 32 نقطة، اسوان 32 نقطة، الداخلية 29 نقطة، الستة دولت الستة دولت قريبين جدا من الهبوط، وإن كان طبعا في حد هيبقى يعني موقفه أحسن شوية زي ما احنا نقول الإسماعيلي ناقص له ماتش سيراميكا وصعب يهبط. لكن الباقيين كلهم مهددين مع حرس الحدود. صحيح. هو الوحيد اللي بعيد طبعا البنك الأهلي 35، لأنه أربعة فرق أربع نقط عن الاثنين وثلاث ثلاث نقط عن الاثنين وثلاثين، يعني مباراة بتتكلم عن برضو ده هو ده اللي صعب شوية، لكن الباقيين دول كلهم مهددين. هو في حاجة كابتن أيمن، بس البنك ده هيلعبك الماتش الجاي. هو في حاجة عاوز أقولها لك، هو التحية فعلا في جدول الدوري ده اللي أنا شايفه لفرقة المقاولين العرب. طبعا. وأقول لك والكابتن شوقي غريب إنه عمل أداء السنة دي أداء متميز جدا، دي حقيقة. كونه إنه هو يوصل بفرقة المقاولين العرب بالامكانيات اللي عنده من اللاعبين، انا شفت لعبته بامكانيات اللاعبين يوصل للدرجه دي. لا صحيح. فتحيه كبيره ليه ان هو عامل اداء السنه دي، خاصه بالسنه اللي فاتت كمان. عادي كانوا بينزلوا السنه من افضل فرق الدوري. صحيح. وده كان بفضل الاداره طبعا. صحيح. وكمان الكابتن شوقي غريب ده هياخد حقه. صحيح. يعني الصراع السنه دي الشرس في القاع مش في القمه، يعني في القمه كل في النادي الاهلي يعني ان شاء الله يعني هيحسمها بنسبه كبيره جدا قريب، ولكن الصراع الشرس في القاع. في القاع بس بقى في كل سنه كل سنه من العاشر لحد. بص يا ايمن، في طبعا في حاجات ايجابيه، لكن من الحاجات السلبيه جدا اللي واضحه في الجدول. انت بتتكلم على المصري البورسعيدي السادس ماينس 3 نقط 3 اهداف بعديه، بس فاركو اللي عنده هدف من اول بقى الثامن اللي هو الاتحاد السكندري لغايه ال 18، يعني 10 فرق زائد المصري 11 فرقه فرق الاهداف بالماينس. ماينس مظبوط. يعني من السادس سلبيات طبعًا. من السادس لل 18 12 فرقه. صحيح. اهدافهم بالماينس. صحيح. يعني دي برضو من نقط السلبيه جدا. يعني احنا يعني نتمنى التوفيق لجميع الفرق، ولكن نتمنى اكتر ان النادي الاهلي يحسمها بدري ان شاء الله، زي ما كلنا عايزين وزي ما جماهير النادي الاهلي عايزه وزي ما مستر كولر عايز وكل المنظومه عايزه ان النادي الاهلي ان شاء الله يحسمها سريعا جدا يا كابتن عادل. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس للحديث عن الحالات التحكيميه. انتظرونا.